السلام عليكم. نستكمل إن شاء الله البيز ثيوري، نظرية أخرى غير موضوع الهارتزونبرج إكويجن. بيز ثيوري هي عبارة عن عملية حسابية، أو بالمعنى الأصح عبارة عن موديل، ماثماتيكال موديل، كالكوليتنج ريكرنس ريسك. يعني وكأنه بنقول من خلال الديجري الموجودة عندنا إيش طبيعة البروبابيليتي لأي عنصر في هذه البيدجري إنه يحمل مثلا ديزيز، هذا المتعارف عليه من خلال ماثماتيكال كالكوليشن. طبعا أنت في الحالة هذه بتكون تستمد اطلاع على البيدجري، الفينوتيبك بتاعت البيدجري، تطلع على الجينيتيك بتاعت البيدجري، تطلع على التست ريزلت، يعني في عندنا كالكوليشن موجود to determine the probability that an individual is at risk. إن شاء الله نكون نأكل من مثال يوضح الموضوع. إذا الـ Bayes theorem is used to calculate the probability، يعني احتمالية، إن ننظر للـ بيدجري، الـ phenotypic information بتاعت الـ بيدجري، calculation بتاعت الـ بيدجري، ننظر لها ونقدر نقيم probability لأي حالة في الـ بيدجري. مثلا نقدر نقول قديش احتمال تكون الحالة at risk. عشان تعمل هذا الأمر لابد يكون عندك في البيز ثيوريم عدة فرضيات، تمام، بشكل أو بآخر. إذا بيكون عندنا بالشكل هذا زي تيبل، والتيبل بيكون في عندنا، أنت الآن تحكي على probability. البروبابيليتي هذه بتكون في عندنا بداية تفكير إنه هذا الشخص بشكل أو بآخر هل ممكن يكون كارير أو نون كارير. على سبيل المثال يكون هذا حامل للمرض مش حامل للمرض، وهذا الكلام طبعا هي عبارة عن probability half to half. يعني بقدر أقول والله 50 ممكن يكون و50 برضو آخر ممكن يكون بشكل أو بآخر. إذا البريوريتي عندي أنا هنا بريور، بدي أجيب عندي أنا genetic information from other subshape زي الأنسيستور collateral relatives. يعني وكأنه بدنا نحط فرضية بمعنى أو بآخر، تمام، بمعنى أو بآخر. وهذه الفرضية يعني خلينا نقول هي فرضية نصفية، إنه أقدر أقول هذا الإنسان يكون عندنا كارير أو ما يكونش كارير، أو أي إنسان آخر بده يستمد منه مثلا معلومة في داخل البيدجري. بعمل فرضية بريور قبل ما أنا أشوف أي حاجة، اللي هي تقريبا بتكون عندي half to half، half to be career و half to be إيش non career. النقطة الثانية عبارة عن conditional information about the individual and his or her descent. يعني أنا الآن مثلا بدي أطلع على أم وأشوف الأم هذه كارير أو مش كارير على سبيل المثال. وطبعا في البيدجري أنا عندي أطفال إلها مثلا، فبيكون عندي conditional والله أنظر للأم هذه، فبدي أروح يكون أنظر لحاجة من الامتداد إلها مثلا، أطلع على أبنائها، تمام، أنه هدول الأبناء طبعا بدي يكون في عنا موجودين، طبعا نشوف عددهم بشكل أو بآخر، ويكون عنا information موجودة. هذه الانفورميشن حتعطيني دلالة اوكي كيف ممكن يكون عندنا هذا الوضع. حنشوف المثال حيتضح بشكل اكثر من هذا الامر. اذا عندنا الكونديشنال اللي عبارة عن probability that the events، خلينا نسميه events، تمام، هذه الايفنتس ممكن تعطيني ايديا ومن خلالها تعطيني قيمة، والقيمة هذه هنستفيد منها في عملية الحساب التالي. هذا الكلام بنحكيه على فرض انه هو يكون كارير او طبعا نون كارير، اللي هو من الشخص اللي احنا بنبحث عنه طبعا من خلال الناس اللي معه. الجوينت هو عبارة عن عملية حسابية لبريور في الكونديشن، لبريور في ايش؟ في الكونديشن. البوزيتيريال هي عبارة، البوزيتيريال عبارة عن عملية حسابية
تمام. قديش اللي هو يعني البروبابيليتي is weighed against each other، بمعنى هنشوف العلاقة، طبيعة العلاقة كعلاقة حسابية عبارة عن علاقة زي standardized to ensure the probability sum to one. probability ايش؟ sum to one. هنحاول نشوفها من خلال العملية الحسابية. هذا الأمر بيجي بيتطلب نطلع على التيبل اللي بعده. فأنا بدي أجي أقول مثلا في عندي أنا بيست ثيورم probability بريور، بقدر أقول هذا إيه، أعطيته قيمة طبعا هي الآن إيه هنا، أو الإيفنت إيه، أو عندها يكون بي كونديشنال عبارة عن سي قيمة، هنا دي قيمة جهد اللي هي محصلة اي سي، الجوينت هنا بي ودي هي محصلة قيمة حسابية، حاصل ضرب A مع C وهنا حاصل ضرب B مع D. البوزيتيريور اللي هي عبارة عن هي عبارة عن قيمة للجوينتس زي ما انتم شايفين، تمام، مقارنة مع القيم الأخرى اللي هي مثلا الـ A C هنا حاصل الضرب على الـ A C بلس الـ B D. أوكي، وهنا في هذه الحالة لما يكون عندي زي ما قلنا كارير ونون كارير، الـ B D B D على الـ A C بلس B D أوكي كقيم، تمام. ومن خلال بنطلع إحنا قيمة طبعا العملية عملية حسابية، والقيمة هذه هي عبارة عن دلالة في موضوع البروبابيليتي. أوكي، عبارة عن إيش؟ عبارة عن دلالة. هنا بنلاحظ في أمثلة إحنا على هذا الموضوع، خلينا نطلع على آخر مثال من الأمثلة ونرجع ارجعوا. المثال بيقول لي أنا في عندي هنا إكس لينك ريسيسيف ديس أوردر، بنحكي عنه اللي هو عبارة عن الهيموفيليا. الآن لما نطلع على هذه البيديجري، في عندنا أم حامل للهيموفيليا طبعا عندي على الإكس كروموسوم، تمام، مع فادر، وأعطوني الأبناء. الآن في عندي سؤال إيش بحكي لي؟ What is the probability that she is a carrier؟ ها، إيش احتمالية إنه الست هذه تكون كارير؟ تمام؟ after having three unaffected boys. إذا هذه هي الوضعية اللي حطنا فيها. بيعطيني عملية دراسة حالة بديجري، بيقول لي هذه الست عندها ثلاث أطفال unaffected، يعني وكأنه هذا conditions واضح، تمام؟ وإيش هي البروبابيلتي احتمال تكون هي حامل؟ خلينا نيجي نطلع هنا. من هذه البيديجري بيجي بيحكي لي، بيقول لي أنا بدي أحط probability على أساس إنه هذه الست تكون كارير. والله أنا مش عارف بصراحة كارير مش كارير، المهم هي الست، فبقول لي احتمال نص 50% تكون كارير و 50% ما تكونش كارير. طيب الآن على فرضية إنه conditional، إيش بتروح بتجيب الكونديشنال لناس مرتبطين فيها؟ مرتبطين فيها وقال لي هم أبنائهم، إذا في عندنا 3 unaffected son. تمام؟ الـ 3 unaffected son طبعًا هم بضل عندنا احتمالية أكيد 50% ما دام من الأم إنه هي تكون عبارة يكونوا حاملين. هي بنحطها كفرضية. 3 unaffected هم unaffected، لكن ما دام إحنا بنحط احتمالية إنه 50% يكونوا هم كارير، تمام، طبعا لانه في الاصل 50% يكونوا كارير و 50% ما يكونوش كارير، فطبعا احنا هنا بنقول ان نص، تمام، وهم طبعا 3 نص تو ذا باور 3 بيعطيني 1 على 8 كقيمه حسابيه. الان اذا الثلاثه كونديشن ان افكتد، اكيد موضوع نان كارير انها تكون الست مش حامل، تمام، اوكي. الان لما تكون الست حامل على اعتبار كارير،
كل واحد من الثلاثة احتمال يجي نص probability، نص probability، على الرغم انهم صحيح unaffected، يعني هنا ذكرنا انه الثلاثة unaffected، لكن على احتمالية الأم حامل، تمام، وعند هدول الأطفال برضو بقول على الرغم انهم صحيح كذا، لكن في هناك احتمالية يكون نص 50% ايش؟ يكونوا هم حاملين. على فرضية انه هي مش كارير، تمام، اكيد ما دام مش كارير وهدول الوضع كويس زي ما شايفين، طبعا اكيد 100%، يعني واحد يكون الثلاثة كونديشنال ان افكتد يكونوا ايش؟ تكون 100%. اذا واحد تدور ثلاثة هو عبارة عن واحد. طيب الان بيقول لي جوينتس عبارة عن عملية حسبية، بروح بضرب لي البريور، تمام، في الكونديشنال، اوكي، بيطلع عندي 1 على 16. هنا نفس القضية، البريور في الكونديشنال بيطلع عندي نص. الآن هنا بقول لي الكالكوليشن أو الأوتبوت البوزيتيريور بروبابيليتي، بقول لي عندي أنا 11%، يعني 11 هذه الست، هذه الست عندها 11% بروبابيليتي تو بي أز أ كارير، 11% جاست استيميشن، جاست استيميشن، تمام، وعندها نفس الشيء 98% تو بي از ان كارير، بس هو بدنا احنا از كارير. كيف اجت ال 11%؟ ال 11% هي من خلال عمليه حسابيه زي ما شفنا في التيبل في السابق، اللي هو عباره عن 1 على 16. ايش ال 1 على 16؟ اللي هي الجوينتس، تمام، بتاعت حاله كارير، على 1 على 16 بلس 1 على 2 نص، وتساوي 1 على 9، وال 1 على 9 تقديرا 11%. واضح؟ الآن هذه كيف اجت 89؟ نفس القضية، 89 بتقول عندك نص على 1 على 16 زائد نص، وتطلع عندي تقريبا 89%. هذا مثال من الأمثلة. نرجع للمثال الآخر، يتحدث فيه على اللي هو كمان اكس لينك ريسيسيف ديزيز. اوكي، هذا المثال شوية بده تركيز أكثر شوي. الآن إيش بيحكي لي؟ معطيني البيديجري. هنا في المثال هذا معطيني البيديجري. في البيديجري بيحكي لي إنه الست عندنا في الأصل، هنا في الأصل الجنريشن الأولاني، في عنا المذر كارير، وأعطوني أبناء زي ما أنتم شايفين، وصار عندنا هذا البيديجري. انه انا السؤال في هذا البيديجري، طبعا الست ما فيش عندها اي حاجه، اوكي، من الباين ما فيش عندي كارير للاكس لينك ديزيز. هذا الديزيز اعتبريه موفيليا او اي ديزيز اخر اللي هم عباره عن اكس لينك ديزيز. ايش السؤال بيقول لي؟ بيقول لي ابلكيشن اعتمادا على البيس ثيوريم، اوكي، هاو the calculation for this female اللي هي في الثير جنريشن، تمام، اوكي، to be as a carrier not 25% 3%. عملية حسبة، يعني بقول لي باستخدام البيس ثيورم في عملية حسابية انت هتستخدمها، كيف ممكن نثبت انه الست هذه الموجودة عندي هنا، هذا ال الدوتر، تمام، بإمكانها تكون 3% الريسك فاكتور بتاعها مش 25%. كيف جاب الشيء هذا؟ بقول لي هنا بحكي لي عن البوبيوليشن هذه، طبعا بروح بقول لي هنا في عنا بتطلع على نمبر 2 جنريشن، يعني 2 اللي هو مين؟ الأم بتاعتهم as a carrier، يعني تفترض انها كارير، ونفترض المرأة هذه الست عندنا نوت كارير، طبعا البروبابيليتي نص نص، بتحط عندك هذا واضح الكلام. الان بدك تشوف الست هذه الان الموجودة عندي الكونديشنال تاعتها، بقول لي هذه الست الموجودة، احنا هنا قلنا البريفيوس، هنا في البداية البريفيوس المذر، تمام، اخذنا علقنا على عليها
وحطينا الاحتمالية نص تكون مصابة ونص تكون لا، نص تكون حامل ونص تكون سليمة. الآن بيقول لي هذه الست الحامل، هذه الست عفوا، عندها الآن 5 أبناء. البنت هذه هو دراسة على البنت هذه. الآن البنت هذه في انتظار في كونديشنال، إيش هو؟ عندها 4 إخوة موجودين. طبعا الكونديشنال بروبابيليتي إذا كانوا هي على فرضا إنه الأم حامل، تمام، فبنحط فرضية إنه هذول الاحتمالية يكون نص 50%، فعلى الأساس نص قوة 4 فبيعطيني 1/16. هنا كونديشنال بروبابيليتي إن الست هي أصلا مش حامل أمهم، أو في عندنا كونديشنال يكون كلهم 1، تمام. الجوينت بروبابيليتي ضربنا النص 1/16، 1/32، والنص 1 على بيطلع عندي نص. طيب الآن عندنا بوزيتيريال بروبابيليتي. البوزيتيريال بروبابيليتي إنه بيقول لي أنا في عندي هنا 1/32 على 1/32، تمام، بلس نص ويساوي عندي 1/17. 1/ايش؟ على 17. الآن 1/17 هذه القيمة موجودة لمين؟ للست هذه اللي بقول لي الآن في هذه الوضعية اللي احنا بتعمل لي فيها، بقول لي عندنا 1/17 تكون as a carrier. وهنا الكونديشن الأخرى 16/17 بتكونش carrier، يعني بتعملها تقسيمه بالنسبه بيطلع لها نسبه معينه، طبعا تقريبا عدد كبير. هذا وضع. طيب الان 1/17 وصلوا ل 100، يعني عندي انا تقريبا عدد كبير، يعني بدك تضرب ال 17 في 5 أو في 7، 10 في 7 70، 7 46 أكثر، يعني مش منطقي نفس الرقم. هو حاطط فرضية إنه عندنا الست هنا في هذا عندنا 25، لكن من خلال الكالكوليشن طلع عندنا نص، عفوا 3%. الآن إيش اللي بصير عندي أنا؟ بالمفهوم السليم انه انا في عندي طبعا الام قلنا عنها 1/17 to be as a carrier، اوكي، ولكن اللي بصير عندي هنا اذا بتلاحظ انه لو قلنا الام 17 1/17 to be as a carrier، تمام، اعتبر الآن الأم من خلال الحسبة 1/17 to be as a carrier اللي هي الأم. طيب الآن لو قلت أنا البنت هنا تقريبا نص 50% من هذا القيمة من احتمال تكون carrier. طيب إذا الست عندها احتمالية 1/17 to be carrier، بنضرب كمان في نص، يعني بنضرب في 50%، تمام، على أساس نشوف احتمالية الست هذه اللي هي بنتها، تمام، تكون عندنا as a carrier. لو جيت أنت ضربت 1/17 ضرب نص هيطلع عندك 1/34. 1/34 هي قيمة تقريبية ل3%. على هذا الأساس من خلال الحسبة هذه أعطاني إشعار بأنه الست هذه بالفعل من خلال بيست يوريم، من خلال دراسة الحالة بتاعت الأم وكذلك الإخوة الأربعة، تمام، حصل عندي القيمة أن الأم 1/17 to be carrier. ولكن مدام أنا ممكن أكون 50% ماخذ المرض أو ماخذ الحامل affected الليل منها، فمعناته انا نص ضرب 1/17 بيطلع عندي 1/34،
هلم جرى في هذا الموضوع. هذا مثال من الأمثلة الأخرى. الآن في عندنا شوية في دخل لموضوع البروبابيليتي على إيش، يمكن ما كناش حكيناه في موضوع هاردي وينبرج، اللي هي موضوع البين ترانس. واحنا بنعرف البين ترانس هي عبارة عن حالة انه يكون عندي دوميننت، وبالفعل هي عبارة عن حالة دوميننت، ولكن احنا بنعرف انه احتمال الناس اللي عندهم حاملين الاوتوسوم الدوميننت يكون عندهم، وفي عندنا برضه probability ما يكونش عندهم، تمام؟ سكيب. إذا في عنا اللي هي بيسموها البين ترانس والنون بين ترانس، وقديش اللي هي النسبة بتاعت البين ترانس. إيش بقول لي الآن؟ بقول لي عندي حالة موجودة في هذا الاستراكشر، أوكي، عندنا هذا المولود في هنا، what is the probability he has the mutation، تمام؟ بقول لي قديش احتمالية إنه هذا يكون عنده mutation، تمام؟ احتمال يكون عنده mutation. What's the probability that he has the mutation؟ لكن احط فرضية انه 90% عنده بين ترانس. واضح؟ What is the probability that he has a mutation assuming that 90% has ايش؟ بين ترانس. خلينا ننطق الارقام اللي عندي هنا. اوكي؟ ننتقل إلى التوصيف الموجود عندي تحت اللي هو تابع للسؤال، اللي هو same calculation different form بصيغة أخرى. عندنا ما دام إحنا صرنا حاكيين في نفس السياق بترك هناك، خلينا هنا الصورة نفسها موجود عندي، طفل موجود أوكي مصاب، وطفل آخر اللي هو الباين في الفينوتيبك تكتشر مش بصاب. اوكي، لكن السؤال بيقول لي وات از ذا بروبابيليتي انه هذا الطفل الموجود عندي 90% يكون ايش؟ يكون حامل، تمام؟ او 90% يعني ايش البروبابيليتي، السؤال انه هذا يكون عنده الطفره، لكن عندك فرضيه كمان انه 90% يكون بنتراس. هذا الموضوع. خلينا نطلع على الدياجرام ونشوف كيف. طلع عندك البروبابيليتي. البروبابيليتي هنا انه انا في عندي كارير اور نوت كارير، اوكي، عندي تقريبا اللي هو طلع على الفادر، قول فرضيها نص ونص. conditional unaffected. conditional unaffected ايش يعني conditional unaffected؟ conditional unaffected لهذا الطفل، تمام؟ اوكي، لهذا الطفل طبعا هو جاي من هذه العائله، انه يكون conditional unaffected، لكن ماله عنده الوالد كارير، ولكن ايش في الكونديشنال؟ بقول لي عندي 90% ايش؟ عندي بين ترانس. عندي 90% ايش؟ عندي بين ترانس. طيب 90% عندي بين ترانس، والكونديشنال هو عبارة عن ان افكتد. ما دام انت بتحكي 90% وهو نورمال ان افكتد، معناته انا بدي اقول افترض عندي انه هو كارير، تمام، انه واحد، تمام، لكن conditional اوكي unaffected، لكن على الرغم من هيك حطت لي 9/10 بين ترانس، تمام، معناته انا بقدر اقول انه القيمة بتطلع عندي 1/10. 90% يعني 9/10 او 9/10 اللي هو ايش؟ بين ترانس. 9/10 يعني يوجد عنده ايش؟ الارضيه بانه يكون ايش؟
باين عليه الكاركتر، تمام؟ لأنه هنا عندي أنا كونديشن أعطاني إياه. في حالة ما بيكون كونديشنال أن أفكتد والوالد مان كارير أوه نورمال 100% كارير، تمام؟ 100% يكون يعني سليم. الجوينت نص ضرب 10، 1 على 10 بيساوي 1 على 20 كقيمة، وهنا نص ضرب 1 بيساوي نص. الآن هنا إيش بيقول لي؟ اعمل عملية حسابية، تمام؟ زي ما احنا عارفين اللي هو عبارة عن 1 على 20 على اللي هو 1 على 20 بلس 1 على نص، قصدي نص، وبيطلع عندي إيش؟ 1 على 11. إيش معنات الكلام هذا؟ معنات الكلام هذا بقول لي أنا على الرغم بأنه هذا الطفل عنده حامل أنه عنده 90% بين ترانس، تمام؟ أوكي؟ إلا أنه بضل عندنا في وضعه ما دام معطيني unaffected، تمام؟ احتمال 9%، اوكي، احتمال عندنا 9% يكون عبارة عن ايش؟ ما يكونش عنده ظهور للأعراض، تمام؟ لأنه احنا بنحكي هنا على عملية exception، تمام؟ عملية ايش؟ عملية exception. إذا القيمة هنا بتقول لي أن عملية معكوسة، إنه على الرغم من أنه هذا الطفل حامل للطفرة، تمام، إلا أن هناك حامل للطفرة بمعنى أنه عنده 90 بنترانس، تنساش، تمام، إلا أنه احتمالية 9% إيش؟ عدم ظهور الأعراض عليه. اوكي، مش عارف يمكن تكون واضحه. هنا العمليه عمليه عكسيه في هذا الامر، بانه احتماليه تقريبا 9% انه لا تظهر عليه الاعراض، لانه هنا وضع صار هنا استثنائي. احنا بنحكي انه كارير، صحيح الابو كارير عندي، تمام، لكن ايش اللي قيدنا احنا؟ انه في عندنا الفادر، اوكي، زي ما ذكرنا حامل للمرض، لكن الطفل عندي 90% بنترانس، يعني حشرني بانه في عنده 90% احتماليه ايش؟ بين عليه الاعراض، تمام. لكن بعد الحسبه وجدنا انه على الرغم انه ابوه كارير، اوكي، وهو عنده بنترانس، تمام، احتمالية 9% انه يكون هناك عدم ظهور اعراض على هذا البيبي. اذا نعيد هنا، ايش معنى 9% في ظل هذا المعطيات الموجودة عندي؟ 9% معناته انه على الرغم من انه هذا من حمل هذا الطفل للطفرة، الا ان هناك احتمالية 9% عدم ظهور للأعراض. 91%، تمام، بقول لي هنا معناته أنه على الرغم من عدم حمل هذا الطفل للطفرة، أوكي، إلا أنه احتمالية 91% ما يظهرش عليه أعراض لهذه الطفرة اللي احنا قلنا عنها عبارة عن اوتوسومال دوميننت. يعني في يعني 91% احتمال ما يظهرش عليه ايش؟ يعني مش 100%، في يعني احتمال 91% ما يظهرش عليه ايش؟ اللي هو اعراض المرض بشكل او باخر. 91% ما يظهرش عليه ايش؟ اعراض المرض. على الرغم من ايش؟ عدم وجود. يعني معناته في عندي كمان ايش؟ جاب اللي هي تجي عن 9% احتمالية أخرى، تمام، أنه يظهر عليه إيش؟ أعراض المرض، على الرغم
ايش؟ من عدم حمل الطفره. هذا عباره عن كالكوليشن، تقدير ليس الا. نشوف مثال اخر بموضوع الكونديشنال، يعني بكونديشنال زي موضوع تحدثنا عنه الان في موضوع البين ترانس. بقول لي هنا في مرض اسمه هانتنجتون ديزيز، تمام؟ هذا الهانتنجتون ديزيز ايج اوف اونست افكت، يعني طبيعه الايج. ايش السؤال بحكي لي؟ بقول لي هذا عندنا قديش نسبه اللي هو الافكتد الايج هنا معطيني اياه 30 80. انا وين سؤال في هذه البديجري زي ما احنا شايفين عباره عن برضه اوتوسومال دومينان. عندي هنا بيبي اوريدي مصاب، هنا بصير التزاوج، عندي الدوتر هنا. What is the probability that this daughter she has inherited Huntington mutation؟ بقول لي قديش احتمالية انه هذه الست، تمام، انه تحمل لي المرض الهانتينجتون ولكن she is unaffected at 30. قديش بقول لي احتمالية انه هذه الست تحمل المرض ولكن عند سن 30 unaffected؟ على كل، لو تطلعنا احنا على الكير ككونديشنال بنقول والله عند سن 30 هو عامل لي تقريبا عمل عمليه اكس اكسس واي اكسس، تمام، فحطت لي تقديرا 25% بتكون ايش؟ unaffected، يعني حطت لي احتماليه اللي هو ايش؟ تو بي افكتد على ال 30 هو من خلال عمليه تقييم. خلينا نشوف الصوره كيف. الصورة هنا في الموضوع بيجي بيقول لي هنا probability to be as a carrier non-carrier half half، تمام، to be as a carrier half and all carrier non-carrier half half. الآن هذا عبارة عن conditional ممكن أنت ماخده من اللي هو بنحطه فرضيه على الرغم انه قدامنا فيه اللي هي فادر مصاب. عندي كونديشنال في التعامل مع الفرضيه نو سيمتومز ات ايج 30، نو سيمتومز ات ايج 30. اذا طلعت احنا على الفيجر الكيرف اللي تو شفناه تو بقول لي انا ات ايج 30 حطيت لي 25% افكتد، يعني وكانه في عندنا سيمتومز، لكن بقول لي على الرغم انه كارير انه على ايش تي ار تي 75% بتطلع القيمه، لانه احنا في هناك الفيجر وكانه بقول لي هناك عباره عن 25% اللي هي عباره عن ربع، تمام، to be affected conditional no symptoms، تمام، conditional ثلاث ارباع أو 75% اللي هو عبارة عن واحد ناقص ربع يساوي ثلاث أرباع. conditional no symptoms at age 30 طبعاً no symptoms الأمور أوكي no problem، لأنه هنا كارير الفادر الأنسيستر مثلاً. طيب الجوينت ثلاثة على أربعة multiply نص بيطلع ثلاثة على ثمانية نص ضرب واحد هنا بطلع نص. ايش هنا بقول لي البوستيريور اللي هي هذه القيمة 43 من خلال هذه القيمة. إذا لو عندنا هنا قديش في عندنا 57. ايش معنات الكلام هذا 43؟ بقول لي هنا the probability that she is a carrier، ها the probability مين الست هذه to be as a carrier، the probability that she is a carrier given that she is unaffected at age 30، يعني البروبابيلتي انه هي تكون حامل للمرض وعند خمسة سن 30 25% ما تكونش حامل المرض، تكون هذا نسبة 43%. واضح؟ إذا 43% احتمالية انه تكون الست هذه وضحها هذا
تمام مالها انها تكون كارير، ولكن بشرط انها كانت عند سن 30 ان افكتد او عفوا تكون افكتد 25%. اوكي، يعني مثال اخر في موضوع الاوتوسومال دوميننت له سيرتين كونديشن. نعيد نقرا الجمله ثانيه. ذا probability that she is carrier، انه هذه الست تو بي از كارير، ولكن عند ان افكتد عند 30، بغض النظر احنا عرفنا قديش الان افكتد بتاعتها تقديرا. اوكي، تقريبا 43% تكون الست هذه عباره عن ايش؟ از كارير، في معطى اللي هو تكون انا افكتد على ثلاثة سن 30. ان شاء الله تكون الصورة وضحت. هي عبارة عن عملية حسابية تقاربية من خلال conditions، تمام، ومن خلال طبعا سواء كان افراد محيطين زي ما ذكرنا بنطلع عليهم في موضوع الاكس linked disease recessive اللي حكينا في المثالين، مثال الهيموفيليا والمثال الاخر، وكذلك مثال الاوتوسومال دوميننت في موضوع اللي هو البنترانس، وكذلك موضوع الكونديشنال نو سيمتومز ات ايج 30. ان شاء الله تكون الامور واضحه.